أنتوني، ما نقول لك مبروك اليوم على الألبوم، شو بتخبرنا أكثر عن الأعمال اللي تضمنها؟ شو بدي خبك، هذا الألبوم أخذ معي سنتين حتى أعمله، اسمه Ups and Downs لأنه قطعت بكثير Ups and Downs حتى أوصل لهون، قطعت بمراحل صعبة مثل ما قطعت بمراحل كثير حلوة خلاني أكتب أغاني حلوة، فهذا هو Ups and Downs، فيه 8 أغاني بالإنجليزي، It's pop, it's English pop. والكاليتي تبعته مثل ما عم تسمعي اتس انترناشونال ستاندرد، يعني فيك تغنيها بحيال لتاني فنان تاني برات لبنان وبالعالم. انت يعني متوقع الاشخاص، لانه عم نشوف التين ايجرز كثير عم بحبوا صوتك وعم بيدعموك، بتتوقع انه دائما هيدا الدعم يجي من هيدي الفئه عمريه؟ مشان هيك ما بتجرب تبين اكبر بعمرك، دائما عم نشوفك عم تصغر. لا انا باين صغير بلا ما يكون، اذا بالعكس انا عبالي باين اكبر. العالم اللي بيتابعوني مش بس تينيجرز، بس التينيجرز هن اللي بعدهم بينزلوا بيجوا على هيك ايفنتات واللي بيجوا بتشوفيهم موجودين، بس اذا بتطلعي مثلا على السوشيال ميديا تبعي وبتشوفي العالم اللي متابعيني اكيد في كثير تينيجرز، بس في كثير بين ال 20 وال 30 كمان هن ما بيعتبروا تينيجرز بقى، وعم نجرب نكبر قد ما فينا، مشان هيك عم نقدم عمل شوي ماتشور اكثر مختلف عن اللي كنت عم قدمه قبل، بالصوره كمان مختلفه عن الصورة عني اللي كنت عم قدمها قبل، سو عم نجرب نكبر، عم نجرب نوسع، عم نجرب العالم كلهم ينبسطوا لأنه الموسيقى بتجمع الكل. أنا بلشت كنت كتير صغير فالعالم علقت الفكرة يمكن براسهم إنه أنا بعمل أغاني بس للصغار، بس إذا بتسمعي الألبوم ما زلت بتشوف إنه مش مزبوط. بتحس بالدول العربية الإقبال، بعد في إقبال كتير كبير على اللغة الإنجليزية أكثر من العربية، لما نشوف إذا واحد يأسين عم بحط أغاني عربية في إقبال؟ بالفئة العمر الأكبر أكيد بيسمعوا أقل أجنبي من النيو جنريشن، النيو جنريشن صار عندها انفتاح على العالم العربي أكثر بكثير، بس في عالم، في عالم مثلي ومثل بيي مثل أهلي ما بيسمعوا عربي مثلا، بيسمعوا بس أجنبي قليل، بس الفكرة موجودة، يعني مش غلط واحد يجرب ويشتغل على الموضوع، وإن شاء الله مثل ما بتيجي شاكيرا وبتجمع 20,000 واحد يروحوا بيحضروا وهي عم تغني بالأجنبي لأنه جد جدا كان لبناني أو وات إيفر، ما في سبب ما يجوا يحضروا أنتوني توما أو هيبة توجه عم تغني بالأجنبي أو حالة حدا عم تغني بالأجنبي. بأنه حكيت عن النجمة شاكيرا، كان عندك شوي هيك مثل غصة أنه بس شفت أنه أوكي هي جذورة لبنانية، بس صاروا يقولوا عم أخذها فوق المليون ونص دولار أو مليونين أو 3 ملايين، أنت زعلت بينك وبين حالك أنه ليه ما انطلب أنتوني توما؟ أنا بقدر كمان غني أجنبي، ما كنت أخذت هاي المبلغ الكتير كبير وكمان كنت رقصت العالم؟ لا انا اكيد ما بقارن حالي بشاكيرا وما زالت ابدا، شاكيرا بمحل وانا بمحل، انا عم اشتغل تسير على الليفل تبع شاكيرا، شاكيرا بتعرض عن متسم لحالها وعندها هيتس برا من العالم كله، بتمنى شي نهار يكون عندها الهيتس تبعي وانا بالعالم كله، ساعتها اذا ضلن عم يحكوا مع شاكيرا وما عم يحكونا الي بغص وبزعل. انت كثير يعني ابس اند داون، خبرنا اليوم انتوني بهيدي المرحله هو عم بيطلق فيها البومه، كيف حاسس؟ حاسس حالي أب أكيد، مثل ما شايف العالم إجوا والعالم موجودين، دجا بيعرفوا الأغاني عم بغنون قبل ما ينزل الألبوم، فهذا شيء أنا كتير فخور فيه، كاتب وملحن أنا كل الألبوم، فالإحساس بعد دوب الوقت أسمعهم عم بغنوا أغنية، I'm definitely on up هلأ، period up لإلي كتير، ورح تضل up لأنه عارف حالي exactly شو عم بعمل وين بدي أروح، فإن شاء الله خير. خبرنا شو النصيحة اللي عطتك إياها أمك، لأنه مثل ما منحس إنه أنت كتير معلق بأمك وبتسمع لها يعني بس تعطيك نصايح، شو النصيحة اللي عطتك إياها قبل ما تطلق هيدا الألبوم؟ أمي نصحتني ركز على شغلي، ركزتني ما ركز على العالم البقية شو عم يعملوا أو شو عم يحكوا، لأنه مرات العالم بيحكوا قصص مش حلوة، في كتير عالم ما آمنوا إنه هيدا الألبوم معقول ينجح أو معقول العالم يجوا يسمعوه، سو بغني لهم انه ما معهم حق لانه اغاني عم يطلعوا نمبر 1 باي تيونز بلبنان بمصر بالسعوديه باردن سو وبالاجنبي على اي تيونز على عم بفوتوا على سبوتيفاي بالمانيا سو عم نبرهن لهم انه ما معهم حق هذا الام قالت لي ما تسمع العالم عمول انت اللي بتامن فيه اشتغل على حالك وما توقف تشتغل على حالك مش هيك انا كل فتره بسافر بتعلم برجع باخد كورسز كتيبه موسيقى غنى تلحين مشان هيك بشتغل على حالي تعتدلني لقدام. خبرنا ليش اخترت التعاون مع محمد عطيه؟ لانه اثنيناتكم معقول لان اثنيناتكم ما كان عندكم حظ ودعم كثير قوي لتضلكم واقفين على بالساحه؟ لا انا ومحمد عطيه صرنا اصحاب بدانسينج وذ ستارز، صرنا اصحاب في كثير اشخاص فنانين انت صاحبه معهم، كان فيك تعمل معهم ديو؟ لا مش مثل ما انا صاحبه مع محمد عطيه، يعني انا محمد عطيه مقضيين شهور سوا، كنا نشوف بعضنا كل يوم، بعدين فرق بينهم
بين صداقتي انا ومحمد عطية وبين غير الفنانين. يعني انا ومحمد عطية عن جد بنفكر بهذه الطريقه، عن جد نحن عارفين حالنا ولوين واصلين وشو شغلين، وعارفين انه عم نقدم شغل حلو ان كان انقبل ولا ما انقبل، عم نقدم شغل حلو وبنفكر بهذه الطريقه. بنحضر زيت الفلومه، بنحضر زيت نسمع زيت الموسيقى، بنحب زيت الارتست. هلا عم نكتب مسلسل سوا كمان سيت كوم على تي في، سو ركبه مسلسل بالعربي؟ بالعربي. وكم قد ايه بده يكون المسلسل؟ يعني حلقات كثير او ببلش خماسيه بالاول؟ ما في لك ديتيلز اكثر من هيك. مسلسل عادي منه صغير ولا شيء، مسلسل عادي سيت كوم. يعني في كثير اشخاص بيقولوا انطوني توما ما اخذ حقه مزبوط لانه هو كثير مسالم وما بيطلع مثلا على السوشيال ميديا مثل غير فنانين، بزت انبلي وبزيح. شو رايك بهذا الحكي؟ لا مزبوط، انا عارف اي شخص بدي يكون، وانا واعي على فكره انه انا حيال نهار بيختفي هذا الشيء كله وما بقعد موجود وبرجع انا انسان عادي مثل غيري، مثل ما رح يصير بالكل at some point. يعني فانا بس بيقولوا لي ما بتقل حالك كفايه وما بتشوف حالك على العالم كفايه ولازم تعمل هذا الشيء بلبنان، وما بحب شجع هذا الشيء، بحب اكون انا الشخص اللي انا بدي اكونه، اللي بحبني يحبني، اللي ما بحبني مالي. يعني انت ما بتشبه هيدا الشخص، هيدا الشخص مبين كريزي. بشبه هذا الشخص جوا بس ما ببينه برا.